مرحبا. توفي 7 أشخاص بأندونيسيا بعد ثوران بركان بجزيرة سومطرة، ويعتبر البركان اللي بيبلغ ارتفاعه 2460 متر من أكبر البراكين نشاطاً بأندونيسيا. وقد ثار البركان سنة 2014 وأدى إلى مقتل 12 شخص وإجلاء آلاف من منازلهم. وما زالت السلطات المحلية عم تبحث عن ناجين بمنطقة البركان، حيث أطلق سحب من الرماد الساخن والحمى بشكل مفاجئ من دون إنذار سابق لوجود أي نشاط بركاني بالمنطقة. بالعودة لطقسنا، ربيع متقلب حراريا عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، حرارة مرتفعة، رطوبة عادية، البحر متوسط الموج وحرارة مياهه 22 درجة. اليوم طقسنا بلبنان رح يكون غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال والمناطق الشمالية، وبتبدأ الحرارة بالانخفاض بدءا من بعد الظهر وبيتحول الطقس مساء إلى غائم مع تكون ضباب على المرتفعات. وبنبقى هلا بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 18، بالبقاع 12، بالأرز 10، بالأرز 5، وعلى المرتفعات 10. نبقى هلأ أيضا بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية. إذن 26 بباب التباني، المدفون 26، عائشة بكار 28، ومننتقل من بعدها إلى الصالحية 27، ميس الجبل 25 درجة، عين عطا 24، بيت مري 25، وحصرون 16، أما جبيف 27. الرطوبة بتتراوح بين 50 و85%، حرارة سطح الماء 22 درجة، وسرعة الرياح بين 15 و30 كيلومتر بالساعة، والرياح بتكون شمالية غربية. كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين؟ لليلة أدناها 18 وأقصاها 28، نهار الجمعة بتتراوح بين 17 و26، ونهار السبت بين 16 و25. وبنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. إذا الرياض 37، الدوحة أيضا 37، وبغداد نرجع ننتقل إلى طرابلس 35، والقاهرة 35، خرطوم 41، روما 27. وهيدا كان كل شيء. باي.